تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار أبو ظبي 2024 والمؤتمر المصاحب له تحت شعار تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبو ظبي وشراكة أكاديمية مع أكاديمية ربدان. تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني هو شعار معرض ومؤتمر الأمن الوطني لدرء المخاطر 2024 والمقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتعد هذه النسخة الأكبر على الإطلاق للمعرض، حيث يأتي بمشاركة 210 عارضين من 35 دولة جاءوا لعرض منتجاتهم الجديدة والمبتكرة في مجال الأمن الوطني والأمن السبراني، فيما صاحب ذلك العديد من الفعاليات. بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للمعرض هذا، حيث وجود الجلسات الحوارية لوزارة الداخلية والجلسات الحوارية كذلك لشركة كابيتال للفعاليات، بالإضافة إلى مسابقات تحدي البرمجة التي تنظمها هيئة الأمن السبراني. الحمد لله المعرض هذا يتميز بوجود معدات حديثة وتكنولوجية متطورة جدا تخدم هذا القطاع الحساس والمهم جدا. المعرض يضم العديد من المشاركات الإماراتية والدولية التي تسلط الضوء على الإمكانات الابتكارية في المجال الأمني. مشاركتنا السنة هذه في معرض أيسنار 2024 نستعرض من خلالها آخر منتجات الشركة من مسدسات والبنادق الهجومية وأسلحة القناصة. نحن حريصين على المشاركة في المعرض لإطلاع الجمهور وزوار المعرض على آخر ما توصلت له صناعة الأسلحة الخفيفة في دولة الإمارات. شركة أفنغارد هي شركة إماراتية واعدة تمتلك العديد من التكنولوجيا الحديثة المتطورة في قطاعات مختلفة، من ضمنها قطاع الدفاع وقطاع الأمن وقطاع الطاقة المتجددة وغيرها. اليوم التكنولوجيا اللي نحن نمتلكها تكنولوجيا مختلفة أيضا، مثل وتؤدي مهام مختلفة مثل الاستطلاع مثل البحث وغيرها. هذا ويعد أيسنار أبوظبي فرصة للقاء الخبراء والمعنيين بالأمن الوطني والأمن السبراني مع المشترين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لإبرام الشراكات والصفقات التجارية وتعزيز علاقات التعاون لتشجيع الابتكار بين كبريات الشركات العالمية. إذن يعكس هذا المعرض تطلعات دولة الإمارات في الحصول على أحدث ابتكارات الأمن والسلامة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي كمحور رئيس لتحقيق الأمن الوطني. لأخبار الدار، محمد عبد الله من العاصمة أبوظبي.